الحاجات في الجيب ده مثلا، يعني اجيب مثلا معايا كتابين كده، احط كتاب هنا كده وكتاب يعني مثلا هنا، يعني تشيل لنا اي حاجه، يعني اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. مع حضرتك الدكتور اشرف، في قناه اشرف ار. معانا النهارده ضيف جديد، يعني نحب نرحب بيه، حمزه محمد عبد الفتاح. ازيك يا حمزه؟ انت عامل ايه؟ كويس. انا سلمت عليك قبل التصوير، بسلم عليك تاني. ومعانا هند اشرف، ومعانا فكره جديده هنعملها المره دي ان شاء الله. الفكره دي عباره عن ايه بقى؟ مين فاكر الفكره عباره عن ايه؟ فاكر يا حمزه انا قلت لك ايه الفكره؟ هنعمل ايه؟ هنعمل ايه بقى؟ فراشه. الفراشه دي عباره عن ايه؟ حاجه معموله من السلك كده، هنفردها واحده واحده مع بعض من الناحيه الثانيه كده. ايوه، عباره عن سلك زي ما حضراتكم شايفين كده. السلك ده عامل اوت لاين خارجي كده للايه؟ للفراشه. تمام. طيب السلك ده طبعا في منه تخانات، يعني اخترنا احنا تخانه كده، حاجه وسط، لا هي كبيره قوي ولا صغيره قوي، وعملنا كل قطعه لوحدها. يعني لو لاحظتوا كده هتلاقوا القطعه دي كده اللي هو الجناح بتاع الفراشه ده لوحده، والناحيه الثانيه ايوه تمام ده برضو لوحده، والقطعتين دول كل قطعه كده لوحدها، وربطناهم بالسلك اللي هو سلك الرباط ده الموجود عند بتوع الحدايد والبويات، السلك العادي ده كده، عشان برضو اولا يبقى قوي جدا في الربط، ثانيا يبقى سهل في الحركه، واحنا طبعا قاصدين ان هو يتحرك، بس ان احنا نقدر نطوي الفراشه دي كده يمين وشمال وفوق، ونقفلها خالص بالشكل ده كده. تمام. ونفردها تاني. تمام كده. طيب وايه تاني؟ الجزء بتاع الفراشه البادي، الجسم بقى، الجسم بتاع الفراشه زي ما انتوا شايفين كده عباره عن ده طبعا اللي انا بعمله ده الهيكل، يعني بعد كده كل ده هيتكسب القماش ويدينا الشكل النهائي للفراشه، بس الهيكل ده بالرغم ان هو مش بيبان اصلا، بس مهم جدا في صلابه الايه؟ في صلابه الفراشه دي. طيب الجزء ده بقى اللي هو عباره عن شكل كده زي الرفوف، الهيكل الخارجي للشكل بتاع الفراشه زي ما انتم شايفين كده، عباره عن قطعتين، القطعه دي اللي هي الفراشه نفسها، والقطعه الثانيه اللي هي جسم الفراشه، والاثنين لهم وظيفه اللي هم هنعرفها ان شاء الله بعد كده، وهي موجوده اصلا في اول الفيديو برضو. احنا ايه عملنا حاجه يعني شكلها جميل، وفي نفس الوقت هتبقى لها وظيفه عمليه، عباره عن دولاب بيتعلق في الحيطه، بيتحط فيه الكراريس والكشاكيل والكتب والادوات بتاعتنا، بما ان احنا داخلين على ايه؟ في مدارس، داخلين على المدرسه، فاحنا بنعمل حاجه تنفعنا في ايه؟ في فتره الدراسه، ونحط بقى الكتب والكراريس بتاعتنا والادوات كلها عليها، وفي نفس الوقت يبقى حاجه شكلها ايه؟ شكلها جميل.
حضراتكم شايفين، وهنا يعني كل جناح ليه 4 جيوب، وهنا رفوف يعني من الحديد وفيها فراشات، ويعني الجيوب دي يعني ممكن نحط فيهم حاجات يعني اي حاجة يعني، واللي فوق برضو، وعندنا هنا رفوف ورف هنا ورف هنا ورف هنا، وده اكبر واحد. يعني مثلا لو انا عايزة اشيل حاجات في الجيب ده مثلا، يعني اجيب مثلا معايا كتابين كده، احط كتاب هنا كده وكتاب يعني مثلا هنا، يعني تشيل لنا اي حاجه يعني اي حاجه بتاع بنات يعني، يعني شكل فراشه، والجيوب هنا كبيره يعني، وهنا ده الفراشات عملناهم يعني فراشات ستيكر عادي يعني، وهنا الارضيه الحديد يعني ممكن هنا نحط حاجه صغيره، وهنا اكبر حاجه نحطها، وهنا والجيوب دي. ويا ريت تكونوا استمتعتوا في عمل الفراشة، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتضغطوا على الجرس عشان يوصل لكم كل جديد على قناة دكتور أشرف أرض. مع السلامة.